سأقدم لكم في هذا الفيديو 5 طرق تسهل عليكم عناء إنجاز البحوث الجامعية، سواء بحث الإجازة أو الماستر أو الدكتوراه أو أي نوع من البحوث الأكاديمية. تابعونا. السلام عليكم متابعينا الكرام، أتمنى أن تكونوا في أفضل الأحوال. قبل مشاهدة هذا الفيديو أدعوكم أولا إلى الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة على الجميع. في سنة 2019 كنت مطالبا بإنجاز بحث الإجازة حول الحركات الاجتماعية في الغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط، شعبة التاريخ والحضارة، وقد أنجزت هذا البحث بشكل فردي وفي وقت قياسي لا يتعدى 4 أشهر، وقد استعنت بأكثر من 60 مرجع. قد يتساءل البعض، كيف أنجزت هذا البحث في هذا الوقت الوجيز؟ ذلك ما سنكتشفه خلال هذا الفيديو. إذن ما هي هذه الطرق وكيف يمكن استغلالها لإنجاز البحث في وقت قياسي؟ فنتوجه إلى الحاسوب الآن. نقوم بالتوجه إلى متصفح جوجل كروم أو أي متصفح آخر. نقوم بكتابة محرك البحث جوجل، ممتاز. ثم بعد ذلك أقوم بكتابة جوجل سكولر، هذا الموقع تابع لشركة جوجل مخصص للدارسين والباحثين، يتيح لك إمكانية البحث عن جميع المقالات والمواضيع وكذلك البحوث الأكاديمية المراجعة والمصادق عليها. سأختار أي موضوع، مثلا تختار الاستعمار الفرنسي بالمغرب، إذا سأقوم بكتابة الاستعمار الفرنسي بالمغرب. جيد، إذا لدينا أكثر من 506 نتيجة بحث، ممتاز. إذا نتوجه الآن إلى هذه الخانة إعدادات المقالات والبحوث. لدينا بحوث حسب الوقت، فإذا أردنا مثلا البحوث التي أنجزت سنة 2021 ها هي النتيجة. ثم لدينا كذلك المقالات والبحوث التي أنجزت سنة 2020 ثم 2017، ويمكن لكم تحديد الوقت الذي تريدونه. سأختار أي وقت، جيد. ثم لدينا هذه الخانة نتائج البحث حسب الصلة بالموضوع ونتائج البحث حسب التاريخ. فلدينا مثلا حسب التاريخ، فهذا البحث أنجز منذ 23 يوما وهذا البحث أنجز خلال 46 يوما. سأختار نتائج البحث حسب الصلة، ثم هذين الخيارين، تضمين براءات الاختراع، تضمين المراجع لنتائج أكثر موضوعية والنتائج والبحوثات المراجعة التي تم مراجعتها. إذا أردنا تغيير اللغة نقوم بالضغط هنا والتوجه إلى الإعدادات ثم اللغة، لغة الإعدادات بطبيعة الحال، واختار اللغة التي أريد. جيد، سأختار اللغة العربية، ممتاز. إذا سأقوم بالدخول إلى نتيجة البحث الأولى، ممتاز. إذا قبل ذلك سأقوم بالضغط هنا من أجل لمن أراد أخذ الاقتباس أو الإحالات كما تسمى، هذه الرموز متعارف عليها لدى الطلبة، طلبة الماستر والدكتوراه والبحث إجازة، أنواع مختلفة من الاقتباسات. إذا نقوم بالدخول إلى نتيجة البحث الأولى كما تلاحظون، فهذا الموقع تابع لإحدى الجامعات الجزائرية بولاية أدرار على ما أعتقد. نقوم كما تلاحظون فميموار دو ماستر، إذا بحوث الماستر، جيد. ثم بعد ذلك لدينا هنا اسم أو الأبستراكت، لدينا الريزومي ملخص للبحث، وهنا لدينا الجامعة التي نشرت هذا البحث وسنة نشر البحث، جيد. ثم لدينا هنا اسم البحث، التنافس الاستعماري، أو سنقوم بتحميله وكما تشاهدون، التنافس الاستعماري الفرنسي الألماني على المغرب الأقصى خلال مطلع القرن العشرين. إذن بحث مراجع يمكن لكم أن تستندوا أو تعتمدوا عليه كمرجع لإنجاز بحوثكم. سأحاول البحث بلغة أجنبية أخرى، سأختار نفس الموضوع، سأقوم بنسخه
والتوجه إلى جوجل تراديكسيون من أجل ترجمته، لكي أريكم أنه يمكن لكم كذلك أن تقوموا بالبحث بلغة أجنبية أخرى. سأقوم بترجمة نفس العنوان الاستعمار الفرنسي بالمغرب، جيد، ثم بعد ذلك أقوم بنسخه والتوجه إلى جوجل سكولر، ثم بعد ذلك أضغط على Enter أو Entry. إذا لاحظوا سأختار النتيجة الأولى، إذا يتم تحميل البحث، أقوم بالضغط عليه، جيد. إذا كما تلاحظون بحث منجز حول الاستعمار الفرنسي بالمغرب باللغة الإنجليزية بطبيعة الحال. إذا كما تلاحظون أنه يمكن لكم كذلك البحث في جوجل الباحث العلمي بلغة أجنبية أخرى أو أي لغة تريدون. لنتوجه إلى محرك البحث جوجل مجددا، ثم بعد ذلك نقوم بكتابة بوكس جوجل. هذا الموقع التابع لشركة جوجل كذلك يتيح إمكانية البحث فقط عن الكتب المجانية والمدفوعة كذلك. إذا سنقوم بكتابة أي شخصية ما، سنقوم بكتابة مثلا يوسف بن تشافين مؤسس الدولة المرابطية بالمغرب الأقصى. إذا نقوم بكتابة يوسف بن تشافين، نضغط على زر البحث. إذا لدينا مجموعة من الكتب، مجموعة من المواقع التي تتيح إمكانية تحميل كتب تتحدث عن يوسف بن تشافين، جيد. إذا نقوم بضبط إعدادات هذا البحث. إذا لدينا بحث في الويب أو بحث في الصفحات البيض العربية عفوا. ثم طريقة العرض، دائما اختاروا العرض الكامل لأجل تحميل كتب مجانية، نضغط على عرض كامل، جيد. ثم نقوم باختيار نوع البحث، هل كتب أم مجلات أم صحف، ووقت الكتاب، القرن 20 أم 21 أم القرن 19. هناك بعض الإعدادات المتقدمة حول الكتاب، كتاب عفوا. إذا لدينا بعض المعلومات التفصيلية حول الكتاب. إذا هنا بعض الكلمات التي يمكن البحث فيها في الكتب أو بعض الجمل كذلك، وهنا كذلك البحث في جميع الكتب والمجلات أو معاينة محدودة وعرض كامل، وكذلك المحتوى، هل كتب أم مجلات، وكذلك لغة الكتاب، اللغة أي لغة تريدون، سأختار اللغة العربية، ثم عنوان الكتاب، ثم المؤلف، ثم الناشر وتاريخ النشر وحتى الرقم الدولي المعياري. إذا هذه معلومات تفصيلية. إذا أردت البحث عن كتاب بعينه نختار عرض كامل. إذا سنختار هذا الموقع، هذا الكتاب، الوافي بالوفيات ليعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن. إذا ندخل إلى جوجل درايفر، جيد. إذا لاحظوا معي أن هذا الكتاب يتحدث عن يوسف بن تشافين، سنقوم بأخذ عنوان الكتاب ونسخه والتوجه إلى جوجل، لأن جوجل درايفر أحيانا لا تتيح إمكانية تحميل الكتاب. نقوم بنسخه وإضافة كلمة PDF ونضغط على Enter، جيد. لنحصل في النهاية على جميع المواقع التي تتيح عفوا إمكانية تحميل هذا الكتاب. سأختار هذا الموقع، أقوم بالضغط عليه، ثم بعد ذلك سنحمله وسنأخذ ما يفيدنا في بحثنا. هذا فقط مثال، قم بالضغط على تحميل ثم الضغط هنا مجددا وننتظر تحميله. نقوم كذلك بالتوجه إلى جوجل مجددا، ثم بعد ذلك نقوم بنسخ هذا الكود الذي ستجدونه في صندوق الوصف. إذا أقوم بمسح بوك نيم وأقوم بكتابة اسم الكتاب الذي أريد. سأختار مثلا كتابة البحث عن كتاب Rich Dad Poor Dad، الأب الغني والأب الفقير. إذا هذا الكود يتيح لنا تحميل أو يبحث لنا عن جميع المواقع التي تتيح تحميل هذا الكتاب.
إذا لاحظوا معي أن نتيجة البحث الأولى إذا نقوم بالضغط هنا من أجل تحميل الكتاب. إذا نتوجه مجددا إلى محرك البحث جوجل، إذا نقوم بكتابة جوجل مجددا، ممتاز. ثم بعد ذلك نقوم بكتابة شاملة. إذا موقع شاملة أو مكتبة شاملة أكبر مكتبة لتحميل الكتب المجانية والتي لم أرى مثيلا لها. إذا مكتبة غنية بالكتب، هذه الكتب الجديدة التي تم طرحها في الموقع. إذا كتب غنية يمكن أن تساعدكم في إنجاز بحوثكم عفوا. ثم نتوجه إلى قائمة الأقسام لنجد مجموعة متنوعة من أقسام الكتب. لدينا العقيدة وعلوم القرآن والتفسير والشريعة والتاريخ والجغرافيا والعلوم الفيزيائية وجميع العلوم التي يمكن أن تحتاجوها من أجل إنجاز بحوثكم. إذا الفقه عام مجموعة كبيرة من الكتب أو أقسام الكتب. إذا السيرة الذاتية وكذلك. إذا سنختار مثلا التاريخ، عندما نضغط على التاريخ نجد مئات من الكتب المجانية التي يمكن تحميلها بشكل مجاني. سأضغط على فتوح الشام لمؤلفه محمد بن عامر بن وافد. إذا لدينا خيارين، سنقوم بالضغط على خيار تحميل الكتاب. إذا نتوجه مجددا إلى جوجل، ثم نقوم بكتابة موضوع بحثنا أو أي موضوع نريد. سنقوم مثلا بالبحث عن ابن رشد. نقوم بالضغط على زر Entrée. ثم لدينا مجموعة من المواقع التي تقترح عدة مقالات حول ابن رشد. الطريقة هي أننا نقوم ب إذا لدينا مقالة كبيرة جدا ونريد فقط البحث عن جملة أو شخصية أو كلمة، لكن المقالة كبيرة جدا. إذا نقوم بالضغط على Ctrl F من لوحة المفاتيح، ثم بعد ذلك تنبثق لنا خانة البحث ونقوم مثلا بالبحث عن ابن رشد لتظهر لنا جميع الكلمات التي نبحث عنها. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الشرح، أتمنى أن ينال إعجابكم. لا تبخلوا بالانضمام إلى أسرة المرشد التقني لتتوصلوا دائما بجديدنا. دمتم في رعاية الله.